اعتياد المطاعم والمقاهي في موسكو ومحيطها القريب متاح للجميع مجدداً، وذلك عقب أسابيع من حصره بمن تلقوا اللقاح المضاد لكورونا عبر اعتماد نظام كود خاص يحوزه الملقحون فقط. ورغم أن النظام سار العمل به لما يزيد عن أسبوعين، إلا أنه أثار الكثير من الجدل، من بين ذلك هو عدم وجود طريقة تجعل زوار العاصمة الروسية يحصلون عليه. وأخيرا تم إعفاؤنا من ذلك النظام الغريب، وبات بمقدورنا ارتياد ما نشاء من مطاعم. لن أتلقى اللقاح ولن يجعلني أي شيء أتلقاه، فقط أنا هكذا لا أؤمن به. تلقيت اللقاح المضاد منذ فترة عن قناعة به، وأفهم تطبيق نظام الكود المستخدم سابقا كجزء من الترويج والدفع بالمزيد من الناس نحو التطعيم. هناك من لا ينفع معهم سوى ذلك. إلا أن إلغاء الشرط السابق لا يعني وقف العمل بالإجراءات الاحترازية الأخرى التي فرضتها مكافحة الوباء، ناهيك عن محافظة التطعيم باللقاحات المتوفرة على أولويته. وتشير آخر الإحصاءات إلى تلقي ما يزيد على 22% من سكان البلاد لإحدى جرعتي اللقاح المضاد، وما يربع على 15% للجرعتين. لكن اعتبارات الناس المختلفة والشائعات تبقى التحدي الأكبر في هذا المضمار. إن تمكنا من المحافظة على التنامي الذي نشهده في معدلات التطعيم مع استقرار المؤشرات الوبائية، فقد يكون بإمكاننا أن ندخل فصل الخريف ونحن على أتم الاستعداد لموجة جديدة من الوباء. يأتي هذا فيما أعادت السلطات السماح للمطاعم وأماكن الترفيه بخدمة الزوار من 11 مساء وحتى 6 صباحا، كما استأنفت عمل الأماكن المخصصة لألعاب الأطفال بالمجمعات التجارية. رغم إقرار السلطات الصحية في البلاد بأن أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا لا تزال مقلقة، إلا أنها تقابل الأمر بتخفيف ما فرضته مؤخرا من قيود، فالوضع من منظورها دقيق لكنه مستقر يدعمه تنامي معدلات الإقبال على التطعيم. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو. اشتركوا في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة أحدث الفيديوهات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. سكاي نيوز عربية، شاهد شارك.